نصر من الله يا أبطال أمتنا. هنا حيث نقف مدخل مدينة إدلب المحررة، وعلى يميننا كما نرى حاجز يعقوب الذي يروي قصصه الكثير من المعتقلين المدنيين في سجون النظام في مدينة إدلب. تابعوا معنا الجولة الميدانية في مدينة إدلب المحررة لنرى ونأخذ آراء العسكريين والمدنيين بتحرير مدينة إدلب. ابقوا معنا. كما ترون يظهر خلفنا معمل السادكوب، معمل الغاز في مدينة إدلب، في مدخل مدينة إدلب، والمباني الإنشاءات، مباني الإنشاءات العسكرية التي كان النظام يتخذها كأكثر سكنات عسكرية في مدينة إدلب، في مدخل مدينة إدلب حقيقة. وأيضا تظهر خلفنا على يمينه مباشرة شركة الكهرباء التي أيضا اتخذها النظام سكنات عسكرية لحمايته أو لحماية عناصره من ضربات الثوار في مدينة إدلب. عودة المدنيين إلى مدينة إدلب المحررة جعلت الكثير من المنظمات والجمعيات الإغاثية تقوم بعملها لرعاية المحتاجين ولرعاية النازحين من مدينة إدلب والذين اضطروا للهروب من مدينة إدلب نتيجة الاشتباكات الدائرة بين الثوار وقوات النظام. نتعرف إلى الأستاذ من منظمة بنفسج ويعرفنا على الدور الذي يقوم به هنا في مدينة إدلب. منظمتنا اسمها بنفسج، وبالإضافة إلى ذلك في غرفة عمليات تابعة بتضم كل المنظمات اللي عم بتشارك هون، عم نشارك بتقديم المعونة للناس. هاي وجبة غذائية سريعة تقريبا، شيء يمشي الحال مع الناس اللي طالعين ما عرفانين شو الوضع وين رايحين وكيف جايين، مقطوعين من الأكل من الشرب. بالإضافة إلى ذلك في توزيع معونة، وعم نأمن الناس بسيارات مجانية من هون لبنش، من بنش كمان بياخذوا لأكثر من نقطة، في مخيمات، في بناء، في أكثر من 600 شقة جاهزة مفتوحة، بالإضافة للمدارس بالباقي القرى المحيطة للمدينة. أنتم كمنظمات هنا موجودون على الأرض وتعملون الآن في مدينة إدلب المحررة، أين يذهب الناس النازحون من مدينة إدلب؟ بالنسبة للمنظمات في مناطق، في كلي قرية كلي في عم بيروح عليها نازحين، في مخيمات، في كفرة خيرين، وفي كتير كل الضياع بشكل عام، كل الضياع المجاورة عم تستقبل نازحين بشكل كتير كبير. الضياع كلها مفتوحة لهم، البيوت كلها لهم، وفي عم تساعدوا الناس كلهم، وفي إقبال شديد على العمل الطوعي من المدنيين ليجوا يساعدوا المدنيين. أنا بتشكركم كمان أنتم على العمل الطوعي لكم. نعم، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا فيكم، بتشكركم، يعطيكم العافية. كما يوجد أمامنا الآن دوار المحريب كما يسميه أهالي مدينة إدلب بلهجتهم الخاصة، دوار المحريب الذي شهد اشتباكات عنيفة بين الثوار أثناء اقتحامهم مدينة إدلب. ونرى أيضا الرسومات التي خطها النظام قبل أو أثناء إقامته هنا في المدينة. الآن سوف نتعرف ضمن جولة ميدانية لنا على آراء العسكريين ليعرفونا عن أحداث الاشتباكات التي دارت في مدينة إدلب أثناء تحريرها. ابقوا معنا. أيضا نلتقي بأحد عناصر الثوار في مدينة إدلب المحررة. لو تحدثنا عن المدنيين، أين تم نقلهم بعد تحرير مدينة إدلب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثناء الاشتباكات المدنيين كانوا في الطوابق الأرضية، ومن ثم عندما دخلنا المباني، أول المباني، أخرجنا المدنيين إلى مكان آمن والحمد لله. النظام عبر قنواته تحدث أنكم قمتم بإهانة المدنيين وقمتم بإهانة أهالي مدينة إدلب، هل هذا الكلام صحيح؟ كيف تنقل الصورة للمشاهدين الآن عبر قناة حلب اليوم؟ هذا غير صحيح، وانظر وادخل وانظر إلى المدنيين الذين بقوا هنا، الحمد لله كلهم بأمان، وأملاكهم العامة والخاصة كلها على حالها الحمد لله. شكرا جزيلا لك. شكرا. أحد المدنيين يتحدث لنا عن فرحته بتحرير مدينة إدلب، ماذا تتحدث لنا عن تحرير المدينة عم؟ نحمد الله ونشكره على كل حال، نحمد الله اللي ما صار أذى في البلد،
الحمد لله اجوا الشباب ما زعجوا البلد. نعم. هاي امه وهي ابوه. انت الان تحمل الورود في يديك، لماذا تحملها؟ الشباب هذول اللي اجوا دافعوا عنا وحررونا، 4 سنين صار لي ما عديت مع الدوار هيك برنت البرمي 4 سنين. نعم. وبشكركم والله يحميكم والله ويحمي كل سوريا. نعم شكرا. شكرا لكم. الله اكبر. كما نرى الآن في الكاميرا السواتر التي كان يضعها النظام مشكلا بها حواجز ليمنع المدنيين من المرور من أمام ثكناته العسكرية. أيضا نلتقي بأحد القادة العسكريين ليتحدث لنا عن أحداث المعركة وأعداد قتلى النظام خلال معركة إدلب. أهلا وسهلا بك، أولا نتعرف إليك ومن ثم تعرفنا عن أعداد القتلى من قوات النظام خلال معركة تحرير مدينة إدلب. الأخ أبو دجانة. أهلا وسهلا. من فيدق الشام كتيبة الأمجاد. القتلى في المئات الحمد لله رب العالمين، وصار الهزمة قدامنا مثل الجردان وكلاتهم واطين وساقطين ما خرجوا شيء طويل طويل، هني والإيرانيين والشبيحة. نعم. الحمد لله رب العالمين أنا صرنا عليهم الحمد لله رب العالمين. نعم. كيف رأيتم ترحيب الأهالي بكم أو لقاء الأهالي لكم بعد تحرير المدينة، أهالي مدينة إدلب؟ كلاتهم في الدموع وشكرونا كثير كثير وأمنوا لنا السكن وطلعناهم من إدلب وأمناهم في بيوتنا والحمد لله كلنا بشكرنا مبسوطين. نعم. أيضا مشاهدينا نرى السيارات التي تمر من هنا عودة المدنيين إلى مدينة إدلب بعد تحريرها من قبل كتائب الثوار في مدينة إدلب وريف مدينة إدلب. نلتقي أحد الثوار المشاركين في اقتحام مدينة إدلب المحررة حاليا ليحدثنا عن أحداث المعركة التي دارت بين الثوار وقوات النظام على مدى أكثر من يوم. أولا نتعرف إليك. معك أبو اليزن، حركة أحرار الشام الإسلامية، كتيبة أهل السنة والجماعة. أهلا وسهلا بك. لو تحدثنا أو تعرف المشاهدين عن المعارك التي دارت بينكم وبين قوات النظام هنا في مدينة إدلب. الحمد لله رب العالمين، الله فضل علينا وفتح علينا النصر. أول شيء بلشنا تمهيد مدفعين، طلينا شيء يومين، بعدين بلش الاقتحام. اقتحمنا أول شيء حاجز بنش، من حاجز بنش وصلنا لهون على الصوامع على المتحف والحمد لله رب العالمين كملنا لجوا على قلب المربع الأمني الحمد. نعم. لله رب العالمين. ننتقل بالسؤال إلى الأخ هنا، كيف كانت عزيمة قوات النظام أو ردة فعلهم على اقتحامكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أنبياء الرسل والمرسلين. نعم. أول شغلة الحمد لله فضل رب العالمين، رب العالمين فتح علينا فتحة كأن لأنه نحن مسلمين. نعم. سيرقدوا قدامنا مثل الجردان هو ونظامه، أنه نظام فاسق نظام جردان، ها ما بيخافوا رب العالمين، كانوا مخوفين المدنيين في محافظة إدلب، مخوفين لأنه نحن منذبح ومنقتل الأطفال، وهذا الشيء كلياته بفضل رب العالمين وفضل أخواننا المجاهدين كلياتهم، صرنا نساعد المدنيين ونحصل لهم بيوت ونحصل لهم اماكن يبرقوا فيها وبعون رب العالمين، وان شاء الله للقصر وصلنا له ان شاء الله. نعم. متحف ادلب المدينه الذي لم تكتمل فرحه الثوار بتحريره لان النظام افرغ محتوياته الاثريه ونقلها الى مقراته. تعالوا بنا لنرى ماذا جرى بمتحف ادلب المدينه وكيف سيطر الثوار عليه. شلونكم يا شباب؟ الله يخليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتم الثوار سيطرتم على متحف مدينه ادلب، كيف رايتم المتحف بعد الدخول اليه؟ شيخ المتحف الشبيحه والجيش نهبوا واخذ اشو فيه بقلبه اخذوا، يعني لا بهموا اثار ولا بهموا شيء، بهموا بس التدمير والخراب. نعم. لو ننتقل بالسؤال الى احد الثوار هنا، هل تعلم أين نقل النظام محتويات هذا المتحف؟ أكيد إلى مواقعهم ومحل من بيركين ومسيطرين شبيحة والكفرة. نعم. أي المدن تعتقد نقل آثار هذا المتحف إليه؟ والله بالضبط ما بعرف وين، بس أكيد يعني مواقعهم. نعم. هل تعلم المدة التي تم إخراج الآثار من هذا المتحف؟ كم هي المدة؟ أولا الرحمة للشهداء. نعم.
والحرية للمعتقلين. أخي النظام تعودنا عليه منذ زمن، فهو من 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 من, من له تاريخ. عندما رفعت الأسد سرق كل متاحف سوريا حتى كنوزها ولا أحد تخفى عليه. فمن الأصل هذا المتحف كان هو عبارة عن مجسمات، هياكل لمجسمات أصلي. فالنظام حتى يعني حتى هالهياكل اللي كانت مشغولة بعمل فنانين حتى لم يدع منها شيء للأسف كما تنظر. نعم. الآن سنذهب بصحبتكم لنرى أو نتعرف ماذا أحدث النظام في هذا المتحف، لو تأخذون في جولة قصيرة. عندما الإخوة المجاهدون يأخذون المناطق التي كانت تحت سيطرته وينسحب منها ويفر كالجراذين، انظر إلى هذه الفتحات، يعني يستعمل سياسة الأرض المحروقة، دمر المتحف بكل ما يحتويه من قطع أثرية كانت لنا تاريخ، والآن سنصنع التاريخ بإذن الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر، لم يعد متحف إدلب يملك أي شيء. هاي كده قد ما تجيش هاي تعوي. نحن الآن متواجدون في قصر المحافظ، قصر محافظة إدلب، نلتقي بأحد قادة جبهة النصرة يعرفنا ماذا كان يحتوي هذا المبنى وماذا كان ينتج عنه في مدينة إدلب. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد تم بفضل الله عز وجل ومنته تحرير محافظة إدلب بالكامل، وها نحن متواجدون في هذه في مبنى قصر المحافظة الذي يضم قيادة الشرطة ومبنى الهجرة والجوازات وقيادة العمليات التي كانت تنطلق منها العمليات ضد المجاهدين في إدلب. ما هي المدة التي استغرقتم في تحرير هذا المبنى؟ بعد مقاومة شرسة من قوات النظام تم بفضل الله سبحانه وتعالى دحرهم، منهم من قتل ومنهم من أسر، وأكثرهم قد فروا بالجرزان تحت ضربات الإخوة المجاهدين، ولم يستغرق تحرير هذا المبنى وقتا طويل. نعم، أنتم متواجدون الآن في مدينة إدلب، انطلقتم بمعركة تحت مسمى جيش الفتح لتحرير مدينة إدلب، أين الآن وجهتكم بعد تحرير هذه المدينة؟ إن شاء الله عز وجل سنتجه لتحرير باقي قلاع النظام بالمصطومة وأريحة وتطهير محافظة إدلب وريفها من رجس هذا الاحتلال الغاشم الطائفي النصيري. سنتجه بعدها لتحرير باقي المدن السورية بإذن الله عز وجل إلى حماتة وحمصة واللاذقية ودمشق بإذن الله عز وجل. نعم، شكرا جزيلا لك. حياك الله. حياك الله جميعا. وسط مدينة إدلب الساعة كمان. وأيضا ضمن جولتنا في مدينة إدلب المحررة من نظام الأسد نلتقي بأحد الثوار أو مجموعة من الثوار أمام القصر العدلي الذي شهد معارك عديدة، والصورة الآن هنا تتكلم عن المعارك التي دارت هنا في هذه المنطقة. نلتقي بأحد الثوار الآن ليحدثنا عن الوجهة الناس الأهالي في مدينة حلب، في مدينة إدلب، في مدن سورية يتساءلون. الثوار، أنتم في مدينة إدلب الآن، حررتم المدينة، أين ستكون وجهتكم بعد مدينة إدلب؟
بإذن الله سوف تكون وجهتنا المعسكر، معسكر مصطوم ومعسكر أرميد وأريحة، طريق أريحة بإذن الله، طريق إمداد النظام الوحيد سوف نقطعه ولن يطلع أحد من النظام من إدلب صاغ بإذن الله. هنا لو ننتقل بالسؤال، لو ننتقل بالسؤال إلى أحد الثوار هنا، كيف كانت كيف كان لقاء الأهالي لكم أو ترحيبهم لكم؟ كان لقاء الأهالي جيد كتير والحمد لله بفضل رب العالمين حررناهم من هالعصابات المجوسين اللي كانوا عايصين على قلبهم يعني وما عم يخليهم يتحركوا طويل. أيضا نلتقي في جولتنا بأحد الثوار. السلام عليكم. لو تتحدث لنا عن لقاء الأهالي لكم هنا بعد تحرير مدينة إدلب. لقاء الأهالي كله كويس البركي وعلى ما يرام، الحمد لله الأهالي انفرحوا وانبسطوا كتير. نعم. قنوات النظام بثت عبر قنواتها والصفحات المؤيدة لها بأنكم أذللتم الأهالي وأهنتموهم، هل هذا الكلام صحيح وماذا توجه كلمة للأهالي في مدينة حلب وفي مدينة إدلب وفي المدن السورية الأخرى؟ الأهالي كلياتهم بخير وبنصحهم أنه يطلعوا على التلفزيون ويبرروا للنظام الكافر بأنه الحكي مو صحيح، أنه النظام الكافر كان بيزل الأهالي وحيجز الأهالي. الأهالي كلهم بخير الحمد لله والشارع مليان البركة. منطقة دوار الساعة في مدينة إدلب المحررة، هنا هذه المنطقة شهدت قصفا عنيفا من قوات النظام بعدما تم تحريرها على أيدي الثوار. أيضا هذه المنطقة مجاورة للأمن السياسي الذي وجد فيه بعد خروج قوات النظام عددا من المعتقلين كانوا في سجون النظام، قتلى قام النظام بتصفيتهم عمدا قبل خروجه من هذا الفرع. لو نتحدث قليلا ونعرف المشاهدين عن هذه الجريمة التي تعد من الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد في سوريا. أولا نتعرف إلى القائد العسكري. أمير في جبهة النصرة أبو النور. نعم، أهلا وسهلا بك. في الأمن السياسي سمعنا ورأينا صورا تتحدث عن مجزرة قام بها النظام في السجن أو في فرع الأمن السياسي، لو تتحدث لنا ماذا رأيتم؟ دخلنا على الأمن العسكري لقينا شيء تقريبا 50-60 جسي. نعم. كلهم طبعا أبرياء، يعني لا لون لا ناقة ولا جمل في هالموضوع كلياته، ونظام الأسد يعني أبشع من هيك بكتير، والله لو لاقى غنم لكان قتله. وسمعتم أنتم في السابق الحمير اللي قتلهم ما لون أي صوج، وإخواننا هذول يعني المعتقلين ما لهم أي صوج، قتلهم كلياتهم. نعم. الكثير يتساءل عن الأسرى، أسرى جيش النظام الذين وقعوا في أيديكم، ماذا ما هو مصيرهم؟ كل واحد تلطخت إيديه بالدماء بده ينال عقابه، واللي البريء ما تلطخت إيديه بالدماء إن شاء الله وتعالى بيكون يعني في بر الأمان. نعم. الأمير في جبهة النصرة أبو النور، شكرا جزيلا لك. وأيضا لو نلتقي بأحد المدنيين ليحدثنا عن كيفية معاملة الثوار له أثناء تحرير مدينة إدلب. من قلب مدينة إدلب نلتقي بأحد أو مجموعة من المدنيين ليحدثونا عن كيفية معاملة الثوار لهم حين دخولهم أو عند دخولهم إلى مدينة إدلب. والله الحمد لله بألف خير من الله والحمد لله على سلامتكم، والله يخلي لي اياكم وانتم اطيب الطيبين، وانا بالنسبه لي مرفوع راسي فيكم، وان شاء الله بكل ادلب وبكل المحافظات ان شاء الله يردكم لاهليكم خير وسلامه، وان شاء الله باذن الله نرجع هيك اولادنا وحبائنا واهلنا وانتم اهلنا كمان، وانتم عوضتونا عن هالشيء هذا كمان. عند تحرير مدينه ادلب هل خرجتي من بيتك ام بقيتي في البيت؟ لا والله ولا ابدا، ولا زعجنا ولا ابدا، بس هلا بسبت الطياره الليل نحن نزلنا من بيتنا وامنا هون الحمد لله امان، وانا مطمني بالسوار لاني تهون بقلب بلدي بقلب بيتي بقلب ارضنا. نعم. الحمد لله رجعوا لبيتنا بخير والسلام يا رب.
من أمام مسجد الصحابي أبي ذر الغفاري. نلتقي بمؤذن المسجد. لو تعرفنا إلى نفسك. بسم الله والصلاة على رسول الله، محمد معدل، مؤذن جامع أبي ذر الغفاري. نعم، هنا في مدينة إدلب بعد تحرير المدينة، كيف كانت معاملة الثوار للمدنيين؟ لو تتحدث لنا وتعرف المشاهدين عن دخول الثوار إلى مدينة إدلب ومعاملتهم للمدنيين. إن شاء الله بنحكي اللي شفناه ولمسناه من أطيب وأكوس وأحسن ما يكون. هذا اللي شفناه والحمد لله، وحسينا بالأمان، حسينا بالراحة النفسية المميزة عن جميع الحياة اللي كانت ما قبلها. لو قارنا بين معاملة الثوار ومعاملة النظام، لو تتحدث لنا وتعرف المشاهدين قليلا عن معاملة النظام للمدنيين قبل تحرير هذه المدينة. شيء واضح، يعني هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي النور والظلمات؟ هل تستوي الأموات والأحياء؟ وفهمك كافي. لو تحدثنا بقصة قصيرة عن موقف حدث أمامك أو حدث معك مع عناصر جيش النظام. بفضل الله كنا نطلع وقت كان النظام نتلجى بالحيطان لبين واصي على الجميع ونرفع الأذان وكذا، لكن بفضل الله لا بنطلع بأمان، ولا كان جاي على بيتنا الحمد لله رب العالمين. كما نرى أمطار غزيرة تشهدها الآن مدينة إدلب بعد تحريرها من قبل الثوار في جيش الفتح. ضمن جولتنا هنا نلتقي بأحد المدنيين أو إحدى المدنيات في مدينة إدلب المحررة لتتكلم لنا هنا عن بعد المرحلة فيما بعد تحرير مدينة إدلب، ما هي التحولات التي جرت؟ يعني الحمد لله كل تمام، والله ما حدا حكانا أبدا والوضع تمام، بس عم نخاف بس من القعدة، لأني في يعني عم يحملوا لا تحمل وزرة وزرة أخرى، أنا هيك بتمناها بس. والوضع تمام والله، ولا حدا أزانا. كيف لا تزر وزرة وزرة أخرى؟ يعني إذا واحد أخوه مثلا عليه شيء لازم ما يحمله للأخ الثاني، وهذا السبب هروب الناس. أنا عم بحكي الواقع. ماذا توجهين كلمة للثوار المتواجدين الآن في مدينة إدلب بهذا الخصوص؟ بتمنى منهم يضلوا على هالمعاملة، بس بدنا العدل، ما بنتمنى غير العدل، بس ما حدا ينظلم بمصيبة غيره، أنا هذا اللي بتمناه، وما حدا يقرب على مال ما له علاقة. يعني نحن مثلا أنا مالي، أنا تعبت بتعبي وعرق جبيني، ما بتمنى حدا يجي ياخذ لي أنا تعباني فيه كله بالحلال بسبب غيري، أنا هذا اللي بتمناه، بتمنى العدل بس. ما بدي غير العدل، وما شفنا والله إلا الخير. أنا كنت مترهبة وخايفة على فكرة، بس ما في بعد خمس دقايق شفت معاملة عادية جدا وما في أي شيء. هل تقارن بمعاملة جنود النظام؟ والله ولا عم نحس، بالعكس صرنا نمشي بالشوارع هلا، كنا محرومين. يعني كنا نحن أكلينا من الطرفين على فكرة، نحن ما إلنا علاقة. الشعب ثلاث أرباعه، الثلاث أرباع ما له علاقة، بس مترهبة ما أكثر. يعني بدك تعيش معهم، بدك تمشي مثل ما بدهم غصب عنك، بس هلأ الحمد لله مش الحال، بس نتمنى العدل. نلتقي بأحد المدنيين ليتحدث لنا عن الحواجز التي كان يقف عندها المدنيون يوميا بشكل مستمر. ما هي مساوئ هذه الحواجز التي كان يقف عندها عناصر نظام الأسد؟ والله المساوئ تبع الحواجز عديدة وكثيرة. أولا كانوا يعترضوا الرجال ويفشون من رأسهم لأخمص قدميهم، يعترضوا البنات ويحمسوا على أجسادهم، وإذا معهم موبايلات يسرقولهم ياهن، وإذا معهم مصاري يسرقولهم ياها أخيو، ويعطوهم أرقام تليفوناتهم ويأخذوا منهم أرقام تليفونات البنات عنوة وغصبا عنهم. ولا أخفي سرا بأنهم أساءوا لهذه المدينة الباسلة التي خرج منها الشباب ينادون يا الله منا غيرك، يا الله أخيو منا الحرية، يا الله منا إزاحة هذا النظام. هذه الحواجز هنا، كيف كان الوضع الأمني في داخل مدينة إدلب؟ هل كنتم تشعرون بالأمان أم العكس؟ كنا نشعر بالخوف الدائم ليلا نهارا في بيوتنا وفي الشارع. لماذا؟ لأنهم أرزال أنجاس ملاعين أخيو، لا هم لهم إلا السرقات وشرب الخمور
والتلصص على أعراض الناس وعلى بناتهم وعلى ما كنا نشعر بالأمان نهائيا. نعم شكرا جزيلا لك عم. أهلا وسهلا. نشكر قناة حلب تودي أخيو على هذه المقابلة، ونأمل من الأخوة العرب والمسلمين والسوريين والملك حسين الملك سلمان ورئيس تركيا أن يساعدوا هذا البلد على النهوض من جديد في ظل مناخ ثوري حري ديمقراطي. قف حاجز للتفتيش. هذه الحواجز التي خلفنا كان يقف عندها المدنيون عشرات أو مئات المرات يوميا للتفتيش وللتدقيق. الآن أصبحت مدينة إدلب الخضراء التي عرفت بين المدن السورية إدلب الخضراء، الآن هي محررة بالكامل من قبل الثوار جيش الفتح الذي بسط سيطرته عليها بالكامل. تعرفنا من خلال جولتنا عن آراء العسكريين وعن كيفية المعركة لدخول مدينة إدلب، وعن آراء المدنيين لكيفية معاملة الثوار لهم أثناء دخولهم إلى مدينة إدلب، وكيفية إجلاءهم إلى بيوت آمنة وإلى مدن آمنة. من داخل إدلب المحررة، لأخبار حلب اليوم، باسل أبو حمزة، إدلب.